وفقا لوكالة أسوشيتد بريس، جرى إطلاق نار بالقرب من مركز للاقتراع في ضواحي لوس أنجلوس بكاليفورنيا الأمريكية يوم أمس الثلاثاء. أدى الحادث إلى مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، وتسبب بإغلاق مركز الاقتراع المخصص لاستقبال الناخبين يوم أمس الذي بدأ فيه يوم الانتخابات الرئاسية. ولم يعرف حتى الآن أسباب وملابسات هذا الحادث، كما لا يزال القاتل طليقا.